حفظه الله ورعاه على بركة الله. نتحرك بأول أشواطنا الرئيسية ومع هذه الانطلاقة الترحيب أيضا بمدير نادي دبي لسباقات الهجن علي بن سعيد بن صرود الذي يشاركنا هذه الفرحة. نرحب أيضا بمايد بن ثاني بن بليش الفلاسي مدير ميدان الأهباب. الترحيب موصول بكل الأخوة الحاضرين وبكم أنتم مشاهدين الأعزاء أينما كنتم. على البركة يتحرك أول أشواطنا الرئيسية لفئة الأبكار اللقاية المحليات الأصائل لهجن أصحاب السمو والشيوخ ومن يرغب من أبناء القبائل. الباب مفتوح للمشاركة. على البركة نبدأ أول المشوار مع أول كيلو متر لنعلن عن المقدمة ونعلن عن سمحة بالمركز الأول للشيخ مايد بن عبد الرحمن بن أحمد المعلى من يتقدم مع سمحة بقيادة المضمر علي بن مهير بن بليشة الاجتبي. المركز الثاني الشاهنية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بقيادة علي بن راشد بن حمد بن غدير المتابعة من المركز الثالث. المركز الثالث غنايم لمحمد بن عبيد بضبيعة من يقدم لنا غنايم بالمركز الثالث. والمركز الرابع أرى اللي في رابع المراكز فهنا المثل سمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم عتيج بن علي بن خفية من يقدم لنا المثل أيضا في هذا المحك وفي هذا المسير. المركز الخامس القدوم من ترى محمد بن راشد بضبيعة من يقدم لنا ترى بالمركز الخامس. وسادس المراكب تأتينا مخزونة لسالم بن محمد بالضبيعة من يقدم لنا مخزونة. يا سلام هناك شموع قادمة أيضا علي بن سلطان بن رشيد من يقدم لنا شموع في هذا المسير. المتابعة من المركز الثامن الشايبة سلطان بن سالم بن عجيل. أما المركز التاسع جبار أحمد بن سالم بن سليم. والمركز العاشر منصورة سعيد بن سيف بن علي بكليب. هذه المراكز الأولى مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء. هكذا انتهينا من إذاعتنا ونيدانا الأول لنعود مرة ثانية لنعود إلى الصراع لنعود إلى القوة لنعود إلى هجن المعلى على مقدمة الشوط اللي هي سمحة لسمو الشيخ مايد بن عبد الرحمن بن أحمد المعلى من يقدم لنا سمحة. وعلي بن مهير بن بليشة من يتقدم إلى المركز الأول معلن وجوده في هذا الصراع الكبير في هذا الشوط الرئيسي. بالضبيعة من يأتينا بالمركز الثاني ليتقدم أيضا إلى دائرة الصراع على القمة وعلى أيضا الإثارة. هناك المتابعة من المركز الثالث الوصول في هذه اللحظات تأتينا اللي هي مخزونة سالم بن محمد بالضبيعة يقدم لنا مخزونة بالمركز الثالث. والمركز الرابع المثل عتيج واللي اسمه الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم عتيج بن علي بن خفية. يا مرحبا الله يزين اللي حضرت غطت على كل الحضور. وصلت شموع إلى, 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 إلى طريقها وإلى موقعها الصحيح بهذا النشاط وبهذا العزم وبهذه القوة. تقدم بشعار علي بن سلطان بن رشيد من يقدم لنا شموع في هذه الجولة. هذه تقريبا الخمسة المراكز الأولى في دائرة الصراع في دائرة الناموس في دائرة التحدي. الغنايم على مقدمة الشوط. محمد بن عبيد بالضبيعة من يتقدم مع غنايم بالمركز الأول ويصارع على ناموس هذا الشوط يصارع على المركز الأول. شموع تقترب أطلق العنان بالرشيد أطلق العنان بالعدة والعتاد بالعدة والناموس بالعدة والزعفران. يسلب واحد بالرشيد رقم واحد وصل إلى الموقع الأول وصل إلى المركز الأول. راحت وراحت لي هالسب قاعدة. ما شاء الله تبارك الله. روحي أيتها الشموع روحي يا شموع راحت شموع بالمركز الأول يا سلام الرقص على المقدمة مثل ما تشاهدون يا سلام يا شموع
بالمركز الاول. الطيب يوم الشوط حسان، ترك الطرب اللي يهبها كود لسيرها مش صعب ينقال على الثرى ما كانها تدور. ما شاء الله تبارك الله، المركز الثاني، المركز الثاني. فهنا مخزونه سالم بن محمد بضبيعه من يقدم لنا مخزونه لتتابع شموع، لتتابع شموع، ولكن الشموع الاسرع، شموع الاسرع، شموع الاول، شموع الناموس، شموع بن رشيد، شموع العوير. السلام الى العوير، السلام لبن رشيد، السلام الاول. يا سلام يا سلام، نعم نعم، قولوا فعل، قولوا فعل. شموع هي من رشحناها من قبل الانطلاقه وانصبت كل الترشيحات وتكلمنا عنها، قلنا صاحبه الشوط بالفعل ما خيبت ترشيحنا. هذه الان تصل الى النهايه، تصل الى خط النهايه، معلنا الفوز والناموس. سلام يا العوير، سلام، سلام لبن رشيد، سلام، سلام لعلي بن سلطان. بن رشيد نهني على فوز شموع بالمركز الاول، تهانينا والف مبروك. المركز الثاني فهنا مخزونه للسيد سالم بن محمد ابو ضبيعه. المركز الثالث منصوره سعيد بن سيف علي بكليب. المركز الرابع قنايم بن محمد العبيد ضبيعه. والمركز الخامس لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم. هذه النتيجه 6 دقائق و20 ثانيه، 6 دقائق و20 ثانيه.